يا أصدقائنا، شلونكم؟ شو بخاركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد يم العصافير. ها بس سمعني أحكي، بس سمعني أحكي. شوفوا قام يعيط. وين جونيا؟ وين وديتها؟ هايتي وين صاعدة دودو؟ وين صاعدة الحلوة؟ ها؟ وين صاعدة دودو؟ ها؟ شو وقت تخلفون؟ يلا شو وقت؟ ماكو بيض؟ ماكو لسه بيض، ما بيضوا. هاي حديقتنا. اليوم من هنا بدينا الفيديو مالت اليوم. شنو؟ مثل ما قلت لكم بالفيديوهات شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي دنيا؟ شنو هاي؟ احكي عادل. مثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة انه عندنا عطلة 3 ايام، راح تكون سبت واحد واثنين، لانه هنا عندهم هسه اليوم الهالوين. طبعا هم يفتحلون يحتفلون بالشارع ويسوون شغلات كلش حلوة هماتي، بس احنا ما راح نقدر نطلع اليوم لان تعرفون والله انا بعدني تعبانة. صحيح يعني بالبيت افتر اسوي شغل اصور هاي، بس برا لا والله ما اقدر اطلع، مالي خلق وبعدني يعني خنطلة مثل ما يقولون. ولا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة اذا ما مشتركين، تفعيل الجرس اهم شي حتى يوصلكم اشعار كل الفيديوهات الجديدة. طبعا هاي البالكونة هم لازم اعزلها هماتين مقلوبة قلب. هسه ننتظر محمد راح يجيب لنا الطاولة، لان هو كسر الطاولة وصعد عليها وسوى الثريا كسرها، فهو لازم يروح يجيب لنا وحدة. هسه جاب لنا وحدة جديدة، اجا وصال، فراح نروح نشوفها. شو اختفيتوا؟ اختفى وانا اختفيت. هاي بيش جبت لنا اياها؟ 169 خسرناها. لا ايش عبالك، لا ايش عبالك، بس تكسرها. بس والله حلوه. ها شو تقولون؟ حلوه بلون القنفات. يلا خلونا نعزل هسه. شوفوا هاي هنا الكوشات، وهاي جبت كوشات الوان حتى شويه نلون ويفتح اللون عندنا، لان الكل يقولون غيري شويه الالوان. وانا كنت ناويه اغير الصاله كلها، بس بسبب هاي الظروف اللي مرينا بيها فما قدرنا. ان شاء الله بالايام الجايه. يلا خلونا نشتغل، ليش نحكي هواية؟ انا جاي نوع محمد جاي يساعدني. ابو جاسم تسوي امسح. ايش تسوي؟ امسح. ما تحكي اليوم هاي مالات قدوم. اليوم بلا شفقه صورتك. ها اليوم بلا شفقه. انا كفشتي. شلون كفشه؟ شوفوها كان كفشه ادم نفس الشيء. قعدي. ليش ما تقبل تطلع الكفشه؟ ليش؟ قعدي حتى ما طلع وجهك. ليش؟ لان حلو. ها خاف يحسدوا لان حلو. لان اشبه دومي. هسه هنا كملت هاي الباب مالتين، بعد هاي راح اخليها هسه على محمد يسويها زين. هنا شو تعبت ما اعرف ليش. هناك هسه فد شويه اروح ارتب السلات. ها ما تعرفين ليش؟ ما اعرف ليش. اي والله تعبت. شو اسوي؟ اي والله ما تعرفين. ما اعرف. حتى متابعين ما يعرف. ليش؟ ما حد يعرف ليش. ليش؟ ما حد يعرف. زين وانت تعرف؟ لا انا ما اعرف. انت اكيد تعرف. ماكو حد يعرف ليش. اذا ما تقعد وتقول ما اعرف ليش. اي شو اسوي؟ لا حلوة القعدة، خاصة المتعود يعني يشتغل ويقمز ويروح منها ويرجع منها. يشتغل يقمز. يقمز زي لا شلون؟ ليش تفلس آدم نايم؟ يا أصلا مو هيجي، مو احنا ما جايين نفلش آدم، جاي ننظف، جاي نعزل. أوكي؟ يلا خليها هنا. عفية بآدم، ها طول آدم. يلا خلينا نخلي عمي انا وياك هنا بالسلات. اوكي اوقف اوقف. نايم ماما. ها هنا انا مخليه تمر بهاي شويه، خلاص راح اخلي بعد فوق هذا التين، وهنا مخليه زبيب، وبعد راح نخلي لوز وجوز اليوم. ايوه
شوية لوز هنا نخليه. بعد جبت مشمش هماتي المجفف، بس لازم اشوفه هسه وين حتى اخليه هنا ويا الزبيب. بابا بابا هلا هلا، وقولي لهم هلا. هاي هيجي، هاي الزبيب، وهذا اللوز والجوز. خلصنا شغل البيت والصالة وكل شيء، جينا للمطبخ. طبعا هنا عندنا ضلوع طلعتهن، وعندنا اسبيانات الباحة شفتي، حتى اليوم لازم اسوي مرقة اسبيانات. وحاليا راح يجينا خطار زين، فراح دا اشغل السماور حتى اسوي شاي. تقولون اخيرا حنوش كان يحكي. انا مصدقة انا اشوفكم شحالكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله بخير. شكو ماكو؟ كل شي اكو؟ كل شي ماكو؟ كل شي ماكو؟ كل شي ماكو؟ كل شي اكو؟ ما يصير فينا كل هذا مثل بني. كل شي ماكو؟ لو كل شي اكو؟ لازم تحدد. ماكو كل شي ماكو. كل شي ماكو وكل شي اكو؟ صدق حنوك، من قال لك هيك؟ كل شيء اكل او كل شيء ماكو؟ كل شيء ماكو. ها لكن يقولون كل شيء اكل. ما تدري؟ هسه انت شو تقول، كل شيء اكل او كل شيء ماكو؟ من قال لك كل شيء اكل؟ يقولون انا هماتي عندي خليت كرزات وهيك شغلات، ما عندي بعد نقص وحده هسه راح اجيبها. عملنا كل التحضيرات البسيطة طبعا، وهذا الشاي هنا علقنا جوا الشمعة. طبعا عندي شاي بعد بالسماور، خاف هذا ما يكفي. وهنا مثل ما قلت لكم هاي للقهوة. هسه ضيوفنا راحوا الثقن، خلينا نشوف الهدية مال أمينة ايش قد حلوة. طبعا هاي هدية من الدوغلاس. ايه ومن انه تقول الا اشوفها، انه بعد ما تتحمل زين. تريد تشوف شكو هنا أنا بالجنطة؟ يلا هسه نشوف أنا وياك. ما شافوني. ها ما سلمتي عليهم اليوم؟ إيه. يلا شكو شبخاكو شالبخيل. إيه شكو ماكو بعد. أنا إذا أشوف هاي. تشوفين هنا شكو؟ إيه. حلو ليفة عنونا شغلات. هذه. دوش قيل. يعني ما الجسم. وهاي هم دوش كيل، اذني هن البدايع مال باينخت الحلوات. وبأكو بأت هم جوا. وكريمة هذا، هاي مال كبار انه مو مال، هم دوش كيل يعني. اوكي. هاي هاي، وهاي هم تقدرين تسبحين بيها. يلا نقول لهم شكرا جزيلا على هاي الهدية الحلوة. شكرا. ثانك يو شون. هسه يلا خلونا نقوم هسه نعزل ونكفكف اللي سويناه قبل شوية حتى نكمل الفيديو مالتنا اليوم. هاي الكيكة طلعت كلش طيبة تخبل. الوردات ايش دا تسوي؟ دا اشيل بالغرام. تغير تقدم تسوي؟ تقدم. الا تاكل ماجد ايه. شلون حديقه حلوه عندنا ولس عصفور خبل هاي ها؟ العصافير طالعات شوفوا قاموا يطيرون ويرجعون براحتهم. وين راحت؟ وين وين راحت؟ يخافون. وين يخافون؟ ناخذ ما شوف فيهم. هاي هاي شوفتهم شافوا. هاي ايه هذا شنو هذا زبيب؟ ايه ايه ما شافوه. وهيك شمس تسوين اكل؟ ها اكل؟ ايه وهاي بدي اسوي مرقة سبيناغ. بقيت زهري. يو ما يصير. يصير شويونه هذا اعرف. ايه وشلون تقدرين تطبخي على الطريقة الألمانية مو؟ على الطريقة الكورية. كورية النوب. لا عيني لا عوفي عوفي. ماما اسويه. خربيه اسويه. تخربيه؟ اسويه. يو. والله طيب ديش مرة نسويت بس كان عندنا بس شوية. كل واحد يصور كيفه. روح عارف شغلة مالتي.
قديش عدى انستك مرحبا سكانه اليوم انا راح ماسكانه شلونكم شو خلاكم لكم سوريات ماسكانه شلونكم شو خلاكم انا كل حياتنا انا بدي اصور طبعا انا ما بدي اصور الحلقه وين انا كل بدي اصور وانا هنا لا ام بابا ما يطبخ وما جاب لنا دوم من الفوق راح انا اطبخ الاكل بابا انا انت على بالك عادي انا بابا عيش يلا كافي يلا روح روح انه باع انه كاتب ابو الشمس ما يقبل يسوي لك هذا بعد شمس منه بكي قلت شو عادي يكتب ولا يسوي اي شيء خلصت هسه الكلاصات والاستكان والهاي كلها غسلناها خل نشوف شموسه التالي شو تسوي هسه شوف الاكل يخبر يصير سوينا اكل كوري طبعا خطارنا ما قبلوا يبقون على الغداء لانه هم حاجزين بمطعم راحوا عليه فشتان مطلع الكب واللحم وكله على اساس اطبخ ما قبلوا لانه انا مريضه هم قالوا انت مريضه وهاي ما تقدرين ف مثل ما شفتوا هسه خلونا نشوف شموسه ايش راح تسوي لنا طبعا انا ما اشتهي اكل بعد تعبت كلش كيك وقهوه وذن السوالف بعد ما يشتهي اكل وكلش تعبت بس اريد اروح شويه اتمدد لان ما اعرف يعني بعدني مو كلش متوازنه دائما يصير عندي خفقان ما اعرف شنو الموضوع فالاسبوع الجاي لازم اروح للدكتوره مالتي حتى نفتهم اكثر الموضوع ما حجي ما عندكم بيت شو عندك قاعد هنا؟ ما عندكم بيت ما عندكم بيت قاعد هنا؟ الو ها يلا تعال تعال شوكولاته كل واحد خلي بعلاقته يلا ايش تستو؟ تستو هالوين؟ يا 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 I'm so violent, teacher. Come, come, come. I'm not afraid of anything. I'm not afraid of anything. والله لحم هو ما استوى اللحم اي هو اقليه على مودي ما انا بجي تسلقيه بس انا حطيتها هيك وانسلق والحمى صار شو انسلق والحمى صار بعد احمر شمس بس هاي جيم كانت حمر طبخ هسه هاي شفتوا الجهال اللي جوي هاي اليوم هنا الهالوين عندهم فالجهال يروحون يفترون على البيوت عندنا ما جينا يا ما جينا يقولون حل الكيس وانطينا تعرفوها كلكم فهنا بالهالوين مثل ما شفتوا الاطفال يروحون يفترون على الجوارين ويروحون برا وهماتين ياخذون حلويات شغلات فانطيناهم هسه هسه يجونا بعد نسوي الهالوين مالتنا مختلف تعال محمد تعال ايش ذا تسوي شوف محمد راح يسوي هاي الهالوين العراقي لا يتخبلون تعال يلا خلنا نشوف تعال بس مسوي لايف حنوش عبد لايف عنده لايف حنوش حنوش ها خطية فززته ليش مسوي لايف حنوش باليوتيوب هذا يعطوله والله ايه قولك كفو هاي هنا حنوش يسوي لايف بقناته هسه خلي لكم قناته اليوم هناك موجودة بالوصف وروحوا وياه نسكافه صح؟ وده كوكو نخ مية نخ يا
لازم لازم نحطيها من ها. لازم نقطع كيكسه. تشيز. ها هنوش. ياردون. تروح؟ يلا روح. يلا. روح بلا علاقة. شوف اللي تاخذهن من الناس وطيهن الذولة، اوكي؟ ايه. وين ما بقول لك؟ ها. يلا. انطلق حنوش. انت هسه يوم جيسون؟ يلا. تشيز. ده سوون. يا حبيبي يا ابويا يا جاسم. يا أخيراً جاسم. أخيراً ظهر جاسم. أخيراً ظهر جاسم بعد حراك. شو هاي عنده شعر جاسم؟ هذا جاسم هذا مو كان مضموم. إيه. مو ممزين هاي. خطيف. شو صاير؟ تعال أبويا جاسم تعال عيني تعال. تعال. جاسم المفقود ظهر. أوكي. هاي ابننا ضامي عليكم. اول ظهور الابن اللي ما تعرفوه. هلا بجاسم وهلا بجيته. شلون جسومي؟ يا شو؟ ها جاسم ها ويش انت؟ ها ويش انت جاسم؟ جاسم ابننا المفقود. وين كنت؟ كنت حاضر ضد الحياة والآن وصلتوه. شو هاي يحكي؟ شو لبست عقالقة؟ أنا جاي من الجاهلية. لا لبست عقالقة بتحكي فصحى. وين كنت جسوم أبويا؟ جسوم أبويا العالم قرعك راس تسأل عنه. هذا غير جاسم يسوي ضافير. شنو هاي ششة؟ ها؟ شموسة اليوم قفلت قالت إلا ألبس العقال إلا ألبسه. تقول شيء قبل أبوه على جده من يلبس العقال وأنا بس أريد ألبس العقال هو ما يقبل. فاليوم حققنا لها هاي الأمنية. وهسه تريد تطلع وتلم شو اسمه؟ هذا التنكر مال العراقيين. اليوم. ويا ششة. وين تروحين؟ وين؟ للهالوين؟ شو تلمون؟ شو تلمون؟ لا يا بس. ناخذ كندي. زين أنت انطي للعالم. أنت إحنا ذا نطيهم. شو في خطوة؟ سوي ستوري. والله وين ما بايدي. اول عراقية تلبس عقال بالماني. اي والله اول عراقية تلبس عقال يلا حفلة تنكر. ها جاسم دسو دسو صور الانستغرام. واو شنو هاي؟ واوي واوي حفظ ولا واني اليوم جاسم شنو؟ اي والله لا ما يسوي جاسم. ايش تحكي لنا اليوم على هالوين بما انه انت عندك معلومات اكثر من عندنا لان احنا ما نحتفل بهذا اليوم ما نسوي هاي الشغلات بس هنا الالمان والاجانب يسووها. طبعا الشغله المفهومه غلط بكل العالم هذا كله انه الهالوين عيد وانه الهالوين يعني شيء مو زين وهاي بالعكس يعني هو اهم يعني كانوا قبل بال1800 يعني قبل حيل كانوا البشر يعني مو هيك فاهمين مثل هسه فكانوا شي يفكرون بهذا اليوم هو هذا يعني 31 اخر يوم يعني اخر يوم الشهر مال اكتوبر يطلعون ال شو يسموهن الاموات الاموات يعني الارواح الارواح مال الاموات ايه؟ تطلع على متاخذ جسم مال بشر وترجع تعيد الحياه يعني يعتقدون اي يعني هيك يفكرون انه راح يصير هيك. فالعالم كانت تسوي كانوا يلبسون ويصورون روحهم مو زينين يعني هيك يتنكرون انه هم يخوفون على اساس يعني فعلى مود شي يفكرون الارواح ما يعرفون يميزون انه هذا بشر لو روح على مود يضلون يدورون يدورون ما يلقون بالاخير يرجعون الارواح ورا يعني ساعه صفر يعني الساعه 12 بالليل يرجعون الارواح لمكانهم والعالم عادي تعيش حياتها باقيه وكل سنه يسوون هاي الشغله. هلا بجاسم وهلا بجيتك. هلا بجاسم. هلا بدومي. هلا ادم. هلا بدودي. هلا 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 جاسم روح هاك جاسم هذا اخوك جاسم الكبير المفقود. هاي دودي وين شنيتي؟ وين نايمه؟ الله هاي سولت حلو كان قول هلا وقول هلا وهاك هاك قول هلا. يوم الهالوين يوم الهالوين صدق انه؟ اي شنو الهالوين احكي لنا؟
يوم الهالوين لازم ناخذ ام حلويات. ياخذون حلويات؟ ايه. بعد شنو معلوماتك؟ يعني واو الله دومي شنو هاي حلو يخبل. ها بوبا اي انه اي وبعد بس حلويات ياخذون؟ ايه. وبعد بعد ماكو شي بعد؟ اي بس انا لازم اخذ مال هالوين البس. اي مال بس إلزا هسه عندنا إلزا عادي إيه إلزا بس نصبغ لك وجهك انتي بامبير. نعم اي بامبير إلزا. لا اي صير هاي مال ولد. لا تعي شوفي. لا تو راح تبكي. اي تعي 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 شقيات شقيات. موسى راح يجينا بعد خطار. اوكي عاد استقبلهم واني شيخ. لا مو شيخ شيخ ومنتي شي شموسة. شنو الثاني؟ شوف سوت بي. طبعا هسه خابروني هم راح يجينا خطار. ومن ديرة ما بيها اخبار. بابا فعليه راح انهي الفيديو لليوم. لهنا اصدقائنا وينتهي الفيديو مالتنا. ان شاء الله راح يعجبكم الفيديو اليوم. اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس حتى يصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. وانتظرونا فيديو جديد. باي باي.